قلنا في أول النواقض أن هناك من النواقض قولي مثل السب الاستهزاء، نعم، ومنه ما هو عملي مثل السحر، ومنه ما هو اعتقادي مثل أن يعتقد أنه لابد أن يعين الكفار على المسلمين، نعم، على قتل المسلمين، نعم، نعم. الآن بين الدول الإسلامية والدول الغير المسلمة الآن في عهود لا يمكن أن نتعدى على هذه العهود، نعم. التعامل مع الكفار انقسم الناس فيه إلى طرفين وسط، قسم يتعرض للكفار بالسب والقتل وأخذ الأموال، وقسم يشارك الكفار في أعيادهم وفي طقوسهم وفي لباسهم. الصحيح الوسط، نفي لهم بالعهود، لا نتعرض لهم لا بالسب ولا بأخذ الأموال، لكن لا نشاركهم في أعيادهم في احتفالاتهم، نتعامل معهم في البيع والشراء، ننصح لهم، ندعوهم إلى الله. لابد أن نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم تجاه الكفار.